أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء وحلقة جديدة من أحداث اليوم معكم فيها أنا همام مجاهد وبدايتنا من جهود الدولة في ملف الإسكان الاجتماعي. خمسين في المية من مساحتك يا مصر عشوائيات بيعايرونا بفقرنا، بس أنا مش هسكت. التحدي اللي احنا عايزين ننجزه وعايزين نهزمه، لا يمكن هنسمح ابدا ان احنا يبقى عندنا عشوائيات كده تاني ابدا. لعقود طويلة ظلت مدن مصر المختلفة تعاني من أزمة حادة في مستوى كفاءة خدماتها، وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد عام 2014، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي مبادرة سكن كل المصريين بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، ويعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط. أبرز ملامح مشروعات الإسكان الاجتماعي نطالعه في سياق العرض التالي. تعليقا على هذا الموضوع ينضم الينا هاتفيا الدكتور محمود غيث رئيس الجمعيه المصريه للتخطيط العمراني. دكتور محمود مساء الخير، اهلا وسهلا بك في هذه الحلقه. هي طفره عمرانيه اذا نفذتها الدوله المصريه ولا زالت تتبناها الدوله المصريه بمؤسساتها المختلفه في كل المحافظات، هل لبت الدوله المصريه حاجه المجتمع المصري، حاجه السوق المصريه من الاسكان؟ نعم حضرتك، السياسات او التوجهات اللي بتحكمنا في هذا الامر اننا نقدم الاسكان لكل شرائح المجتمع. صحيح. وهذا هو الموجه الرئيسي الذي يوجه كل سياسات والاعمال الجاريه الان.
فاحنا بالنسبه لموضوع الاسكان في ثلاث جوانب. الاسكان كما ونوعا وتوزيعا. كان من حيث الكم معدلات التنفيذ ضئيله لا تتناسب بمعدلات الطلب. من حيث التوزيع كانت تنحصر تقريبا في المدن الكبرى. الان انتشرت في كل المحافظه، يبقى اذا من حيث الكم والنوع حدث تغير جذري. ومن حيث الكيف اللي هو ملائمة الوحدة السكنية في خصائصها لخصائص الطلب، وهو ده التطور الحقيقي. أننا بنعمل وحدات تستجيب للاحتياجات الحقيقية. صحيح. في حوار بيحصل نتعرف فيه عن خصائص العرض لتناسب الطلب، وبالتالي لا تحدث فجوات بين الحالتين العرض والطلب. الآن بنجد وحدات الإقبال عليها يكاد يزيد عن المعروض، ده يدل على ان الناس لمست شيء جميل جدا ان خصائص العرض تناسب خصائص الطلب. حتى نتعرف يا دكتور محمود، حتى نتعرف عن مدى نجاح الدولة المصرية في تلبية حاجة السوق المصرية للمجتمع المصري في مجال الإسكان. دعنا نتحدث بداية قبل 2014، كيف كانت هذه المشكلة؟ كيف كان حجم هذه المشكلة قبل 2014، قبل هذه الطفرة النوعية في مجال الإسكان والتعمير؟ طبعا حضرتك كان المثال الصارخ أن الوحدات التي تنفذ لا توافق خصائص الطلب، وبالتالي احنا كان في لجان من وزارة الإسكان تعاين مواقع الإسكان الجديدة والمتغيرات التي يحدثها الساكن. كان بتحصل تغيرات جذرية في الوحدة تكاد تختلف عما تم إنشاؤه وعمله. فأول خاصية كنا بنرصدها أن الساكن يحدث متغيرات عديدة وجوهرية تشوه ما تم إنجازه. نمرة 2، معدل الإنجاز ضئيل جدا لا يلبي 10% من الاحتياجات. احنا حضرتك اللي أنجزناه في 7 سنين أضعاف اللي أنتج في 40 سنة. يبقى إذا أنا بعمل إيه إذا كان دائما في فجوة بين معدل التنفيذ وكم الطلب؟ كان دائما في هذه الفجوة من حيث الكم ومن حيث الكيف، أنها مخالفة للاحتياجات الحقيقية للساكن. طيب ومن حيث التوزيع زي ما قلت لحضرتك تنحصر في مواقع محددة في القاهرة في الأسكندرية، مما أصاب المدن الكبرى بما يسمى التضخم العمراني واللا مركزية، وأصبح 60% من الاستثمارات مركز في المدن الكبرى و40% في العمران المصري الذي يصل حجمه 220 مدينة و4800 قرية. كان هناك خلل في البرنامج الإسكاني كما ونوعا وتوزيعا، وإحنا النهاردة بنعرض إسكان الناس بتقبل عليه ولا تحدث فيه متغيرات جوهرية. حقيقة قد تحدث متغيرات طفيفة جدا، لكن بنجد أن الناس تحترم وتقبل هذه الخصائص التي قدمت لهم ويتوافقوا معها. طيب دكتور محمود، نحن نتحدث الآن على أكثر من 1 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات فقط، بالإضافة إلى 14 مدينة سكنية أو مدينة عمرانية جديدة، ومفترض أن يتم زيادة هذه المدن الجديدة مدن الجيل الرابع. هل نحن نتحدث عن وحدات سكنية، عن زيادة المعروض من وحدات سكنية، أم نحن بصدد الحديث عن مجتمعات عمرانية جديدة؟ نحن نتحدث عن مجتمعات عمرانية جديدة. لماذا تنشأ المجتمعات العمرانية أيضا؟ واحد، لارتفاع الكثافات في المدن القائمة. في فائض سكاني بدون وحدات، بس في نقطتين أهم نقطتين عندنا بوجهه الآن النمو العمراني الجديد. واحد، أن المناطق المعمور الجديد فرصة للتطبيقات الحديثة لكي يحيا المصريين بنفس المستوى الذي نرصده في العالم من حولنا. يبقى إذن بعمل عمران جديد وفرصة للتطبيقات وأعلى التطبيقات بأعلى المعايير، وهذا هدف عالي. النقطة الثانية أن محاور التنمية ومواقعها تستلزم أن ينشأ عمران جديد بهذه المواقع الواعدة. أنا لو في عندي إمكانيات ومقومات سياحية أو صناعية أو زراعية ولا يوجد مجتمع عمراني ينشأ لخدمة هذه القاعدة الاقتصادية، يبقى أنا يبقى دايما في فجوة عندي بين العمران والاقتصاد والاجتماع. لكن احنا الآن العمران الجديد ينشأ ليس فقط لسد احتياج السكان،
ولكن لتنمية المواقع الواعدة. صحيح، وهذه نقطة مهمة ونقطة لافتة دكتور محمود. طيب نعم. أنت تحدثت في معرض حديثك عن أن هناك فئات مختلفة يستهدفها هذا العمران، هذه الوحدات السكنية، من بينها طبعا الإسكان الاجتماعي. لطالما كان المصريون يرفعون شعار العدالة الاجتماعية، لأي مدى ساهم أو كان هذا الإسكان الاجتماعي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع؟ نعم، نحن الآن منذ عام 2015 نلتزم باتفاقية في الأمم المتحدة التي تنص على رؤية التنمية المستدامة 15-30، تحقيق الإسكان لكل شرائح المجتمع. ونحن نختبر الآن كل المدن تتمتع بأنها تعرض لكل الشرائح بشكل يتناسب حجما وخصائص المدينة وسعرها والتكلفة مع الإنسان واحتياجاته. احنا الآن فعلا في تطور حقيقي، ان احنا بنقدم إسكان يستجيب لرغبات السكان وبمعدلات توافق معدل الطلب. والمهم أيضا دكتور محمود في هذه النقطة تحديدا فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، المساهمات التي يقوم بها البنك المركزي بالمشاركة مع البنوك المحلية في تقديم تسهيلات مختلفة، سواء في تسهيلات نقدية أو من حيث المستندات المطلوبة لوجستية يعني وغيرها، للحصول أو تحديدا لحصول الشباب على الوحدات السكنية المختلفة. احنا عندنا حلم اسمه سكن لكل المصريين، كنا بنحلم بيه، الآن بيتحقق بشكل واقعي وكامل ونرصده، ونرصد الأمر الجميل جدا اللي هو تنمية الريف المصري. صحيح، ده بيخفف عننا عبء حضرتك، إن المولد الحقيقي للعشوائيات كان هو الريف المصري. هل لذلك علاقة دكتور محمود مبادرة حياة كريمة بالمبادرات والاستراتيجيات التي وضعتها الدولة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة الوحدات السكنية؟ هو في تكامل بين الجناحين، لأن كان في دايما تنمية الريف كان في قصور، يكفي ان الصرف الصحي كان 20%. صحيح، احنا الان وصلنا 96% في المدن واكثر من 40% في صحيح، دي طفره كبيره، طفره تحديدا في موضوع الصرف الصحي في القرى. يعني الارقام بتتكلم عن هذا والواقع الموجود، وايضا في موضوع قوي جدا وكبير جدا، تبطين الترع، ده خلى قضى على مواقع العشوائيات كانت بتنتشر حول هذه الترع والمصارف. صحيح، وبالتالي دكتور محمود نحن نتحدث عن تطوير عمراني وليس فقط عرض مزيد من الوحدات العمرانية. الآن عليه حضرتك، احنا الآن دلوقتي صندوق تنمية العشوائيات الذي نجح كثيرا جدا. صحيح، في التعامل الآن بقى صندوق للتنمية العمرانية الحضارية يشمل كل جوانب العمران. احنا ادينا اولويه للعشوائيات. صحيح، العام القادم سوف تعلن مصر بدون اي عشوائيات بعدما كان لدينا ربما مئات المناطق العشوائيه نجاح في القاهره نجاح والمحافظات، وهذا نجاح بالفعل. وايضا حضرتك ننتبه لحاجه، تفضل، ان احنا بنقضي على عشوائيات قضاء جذري بتنميه الريف المصري. صحيح، هو كان المولد للعشوائيات. هي مشروعات متكامله وتكامليه يا دكتور محمود. على اي حال دكتور محمود غيث رئيس الجمعيه المصريه للتخطيط العمراني، شكرا جزيلا حضرتك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله. إذن مصر بدون عشوائيات حلم اقترب من أن يصبح حقيقة بعد أن كان ضربا من الخيال لعقود طويلة، وذلك بسبب الإرادة السياسية والاستراتيجية العامة للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المزيد نطالعه في سياق العرض التالي.
سنستكمل هذه الحلقة مشاهدينا لكن بعد فاصل قصير. زمان يعني كنت لما بمشي واشوف مناطق ظروفها صعبة فكنت بحلم ان ده يتغير، وبعدين كنت اقول لو انا معايا اموال خاصة بي يا رب انا هغير الكلام ده، فكنت اقول لو يعني 100 مليار يبقى كفاية ولا لا وكده، فكان اللي يسمعني يقول لي انت بتحلم انت، ولو معاك الفلوس دي مش هتعمل كده. فجي ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس، انا هخلي معاك البركه، هخلي معاك البركه. وريني هتعمل ايه في بلدك وهتعمل ايه لناسك، هتغير صحيح، هتصلح احوال صحيح، هتراضي الناس صحيح، هتسعد الناس صحيح. يا رب اكون اقدر او نقدر مع بعض ان شاء الله. أهلا بحضراتكم من جديد. حرائق الغابات وامتدادها من البحر المتوسط إلى أمريكا تصدرت عناوين الصحف والوكالات خلال هذا الأسبوع، وفي هذا العرض سنتناول أبرز الحرائق التي شهدتها كل من الجزائر وتونس بالإضافة إلى اليونان وكاليفورنيا في الولايات المتحدة. بدايتنا من الجزائر والتي امتدت رقعة الحرائق فيها لتشمل 16 ولاية من مجموع 58 ولاية. الحرائق بدأت من شمال شرق البلاد ووصلت للمناطق الساحلية وصولا إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس، نحو 69 قتيلا بواقع 92 حريقا، 24 منها في تيزي وزو، وصفها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطابه أمس بأنها مفتعلة، فيما يشارك 800 رجل و115 شاحنة ومروحيات تابعة للجيش والحماية المدنية يشاركون في إخماد هذه الحرائق. أما في الجارة التونسية فقد شهدت البلاد أكثر من 30 حريقا في مناطق جبلية في شمال وغرب ووسط البلاد، وبالرغم من أن بعض جيوب النيران لا تزال نشطة لكن غالبية الحرائق تحت السيطرة بواقع 80% منها، وذلك بحسب قوات الحماية المدنية. لحسن الحظ لم تتسبب هذه الحرائق في خسائر بشرية في تونس، معظم هذه الخسائر في بعض المنازل والقرى، لكن الخسارة الأكبر تتعلق بالتهام النيران للأراضي الزراعية ومن بينها 150 هكتار في مدينة بنزرت. إلى اليونان حيث 586 حريقا تسببت في مقتل 3 أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى نزوح آلاف السكان من بلدانهم. الحرائق امتدت على نطاق واسع وشملت مدينة وابيا وأيضا شبه جزيرة بيلو بونيز، وأيضا وصلت إلى ضواحي العاصمة أثينا. بحسب الإحصائيات الرسمية في اليونان الحرائق تسببت في حرق 100,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وذلك منذ 29 من يوليو الماضي. وبسبب الخسائر المادية توعدت الحكومة اليونانية بإعادة بناء المنازل بقيمة 150,000 يورو لكل منزل متضرر في اليونان. بعيدا عن البحر المتوسط ونذهب إلى القارة الأمريكية وتحديدا إلى ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. هذه الولاية شهدت حريق يكسي، وهو الحريق الأكبر الذي تشهده الولاية. تسبب هذا الحريق في تدمير نحو 1,000 مبنى، منها 550 مبنى سكني. الحرائق امتدت على نطاق واسع في غابات كاليفورنيا، كما غطت أكثر من 2000 كيلومتر مربع، ونتيجة لاتساع نطاق الحرائق أصبح 14,000 منزل معرض للخطر في هذه الولاية الأمريكية. مشاهدينا كان هذا عرضا عن أبرز الدول التي شهدت حرائق في الغابات من البحر المتوسط وصولا إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة. لمزيد حول جهود الدولة التونسية في التعامل مع حرائق الغابات تنضم إلينا عبر الهاتف الزميلة درة مختار مراسلتنا من تونس. درة أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة، حدثينا عن جهود الدولة التونسية ومؤسساتها والدفاع المدني وقوات الجيش في التصدي ومحاصرة النيران المشتعلة في الغابات.
نعم أهلا بك. أهلاً كما سهل. قلت تواصل فرق الأدفاء التابعة للإدارات الجهوية بإخماد الحرائق التي لازالت إلى حد هذه اللحظة تشتعل نظرا لصعوبة التضاريس وتشعب الغابات في بعض المناطق التي تضم مسارك وعرة وفيها سرعة الرياح لارتفاع طبعا المكان، محاولة السيطرة ومنعها من الوصول إلى التجمعات السكنية القريبة وسط ارتفاع الحرارة في هذه الأيام. كما تعلمون في تونس درجة الحرارة عالية خلال هذه الأيام وصعوبة التضاريس كما قلت. قد قامت صراحة منذ اندلاع الحرائق فرق الإطفاء بإخماد النيران بالقرب من مركز الغابات، وتم تركيز فرق إطفاء لحماية وتأمين التجمعات السكنية وتبريد المناطق المحترقة ومنع تقدم النيران، حيث تم في بعض المناطق مثلا كمنطقة الصفاية إجلاء تقريبا أكثر من 33 شخص من منازلهم بمنطقة الصفاية كما قلت لدى الأقارب وإسعافهم ونقلهم إلى مكان آخر. نعم. الدولة التونسية تم التعزيز ووضع مجهودات إضافية من فرق إطفاء من الإدارات الجهوية سواء من المدرسة الوطنية للحماية المدنية أو الوحدة المختصة والعديد من الفرق للمساعدة والتدخل في هذه الظروف الأنية. شاهدنا في بعض المناطق بلغ عدد الوسائل المتدخلة 22 وسيلة منها 19 شاحنة إطفاء، بالإضافة إلى تنسيق كذلك مع وحدات الجيش الوطني للقيام بطلعات جوية للإطفاء، خاصة أن هناك مناطق كانت صراحة صعوبة الدخول فتم التدخل من خلال الطائرات. الدولة التونسية قامت بمجهود التعامل مع هذه الأزمة، شاهدنا مثلا في بنزرت الشمالية تمت السيطرة على حريق جبل الناظور حسب ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي، تمت السيطرة شبه الكاملة تقريبا على الحريق وتم توجيه كامل الوسائل اللوجستية للحماية المدنية من أجل السيطرة على هذا الحريق الذي كان مفاجئا بالأساس. ورغم ذلك الحمد لله بفضل المجهودات تم السيطرة عليها بنسبة 80%. هذا دليل صراحة على أن هناك مجهودات مضاعفة وإضافية تقوم بها الدولة وطريقة تعاملها مع هذه الأزمة الأنية رغم الظروف والأزمات التي تعيشها تونس والتي تحاول حلها الدولة بعد 25 من جويلية بقيادة الرئيس قيس سعيد، والذي أكد من خلال تصريحاته يوم أمس في اجتماعه مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وبحضور المكلف بتسيير وزارة الداخلية سيد رضا الغرسلاوي، أزد رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء فضلا عن مزيد اليقظة وتعزيز تكوين الإطارات والأعوان لاستشعار الكوارث والتصدي لها. وهذا ما صراحة نشاهده إلى حد هذه اللحظة، تعزيزات متوفرة، جهود لازالت تتواصل لإطفاء جل الحرائق التي لازالت تتواصل إلى حد هذه اللحظة. الزميلة درة مختار مراسلتنا من تونس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. في سياق متصل، ذكرت شركة إعادة التأمين السويسرية سويسري أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وذلك في النصف الأول من العام. وقالت الشركة السويسرية أن التكاليف تكون عادة في النصف الأول من العام أقل من النصف الثاني الذي ترتفع فيه الكلفة بشكل عام. الآن ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن المهندس كريم الجندي، أخصائي الاستدامة والزميل المشارك في المعهد الملكي للشؤون الدولية ومؤسس مبادرة كربون للاستدامة في مدن الشرق الأوسط. مهندس كريم، مساء الخير، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة من أحداث اليوم. لعلنا نستكشف منك أسباب هذه الحرائق ولماذا تحديدا في جنوب المتوسط من القارة الأوروبية وشمال أفريقيا من القارة الأفريقية بطبيعة الحال تنشط وتكثر هذه الحرائق. هل يمكن أن نقول أن هناك ما يمكن أن نسميه بحزام ناري لهذه الحرائق في هذا الموسم؟ نعم، شكرا على الاستضافة وعلى السؤال. الحقيقة
يعني نعم ولا الإجابة. منطقة المتوسط بوجه عام تشهد تغير مناخ أكثر من غيرها، ارتفاع درجة الحرارة في منطقة المتوسط سيكون أعلى من المتوسط العالمي، وبالفعل ازدادت بدرجة 1.2 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. المناطق التي عادة تكثر فيها الحرائق هي المناطق التي بها الغابات، هي التي بها الغطاء الشجري بالأساس، فهي بالأساس مناطق جنوب المتوسط وشمال أفريقيا في المغرب العربي، دول مثل ليبيا ومصر بطبيعة الحال يعني لا تحدث فيها هذه نفس لا تحدث فيها نفس هذه الحرائق بطبيعة الحال. ولكن أيضا من أجل أن تحدث هذه الحرائق لابد أن تكون هناك موجات حرارة عالية أو غير عادية، وأيضا لابد أن يكون سبقها مرحلة من الجفاف، وهذا هو ما نتوقعه مع الأسف نتيجة لتغير المناخ. يعني الدراسات وخصوصا الدراسة الأخيرة التي أصدرتها الـ IPCC المؤسسة العلمية المكلفة من قبل الأمم المتحدة بتقييم أثار تغير المناخ الأسبوع الماضي، يعني خلصت إلى أن بوجه عام منطقة المتوسط سترى ارتفاعا في درجة الحرارة وأيضا زيادة في الجفاف، انخفاض في ترسب الأمطار وخصوصا في الأماكن التي يعني عموما تهطل فيها الأمطار، أي مثلا سبيل المثال في منطقة بلاد الشام وأيضا في شمال أفريقيا في المغرب العربي. طيب هذا هذه هي المتوسط. ماذا عن كاليفورنيا في الولايات المتحدة؟ لماذا أيضا تنشط هذه الحرائق في هذا الموسم؟ بسبب الجفاف. كاليفورنيا أيضا تمر بموجة جفاف غير عادية، ولديها يعني في جبال كاليفورنيا فيها غطاء شجري هائل، ومجرد أن تحدث هذه الوصفة الكاملة من ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع في الجفاف يعني يكفي الأمر شعلة واحدة لبداية هذه الحرائق. هل هذه الظاهرة مهندس كريم هي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل؟ لا إطلاقا، ولكنها تزداد بشكل متزايد. هذا العام ربما كان غير اعتيادي. على سبيل المثال الحرائق في إيطاليا وفي اليونان وفي تركيا كانت أشد من المعتاد بكثير، ولكن مع تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة وأيضا شهدنا في العامين الماضيين موجة جفاف لمدة عامين في منطقة شمال شرق المتوسط، ساهمت كثيرا في تجهيز الأرض من حيث جفاف التربة لهذه الموجة من الحرائق. نعم، لاحظنا خلال السنوات الماضية هناك جهود دولية للتعامل مع التغير المناخي، آخره عودة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى اتفاقية باريس للمناخ عام 2015. كيف ترى وتقيم وربما تتوقع مستقبل هذه الظاهرة خلال السنوات القادمة إذا ما التزمت هذه الدول باتفاقية باريس؟ نعم، إذا التزمت جميع الدول بما يعني طوعيا ألزمت نفسها بالقيام به بحسب اتفاقية باريس، ربما ننتهي بنا الأمر في عالم يزداد درجة حرارته في المتوسط حوالي 3 درجات، وهو يعني تغير المناخ يمكن وصفه بالخطير. ولكن إذا زادت الدول من طموحها للمناخ أو من العمل المناخي لكبح انبعاثات الكربون والتقليل من الانبعاثات بوجه عام، ربما يمكن التقليل من ذلك من هذه الانبعاثات أو التقليل من هذا الارتفاع في درجة الحرارة إلى ما هو أقل من درجتين، وبشكل مثالي ما نصب له هو درجة ونصف. لكن في كل الأحوال يعني سوف تستغرق هذه الظاهرة فترة من الزمن حتى ننتظر إذا ما التزمت الدول من عدمه. يعني هو الوقت يسابقنا مع الأسف. درجة الحرارة تزداد بالفعل، ازدادت بالفعل درجة وواحدة من 1.1 مئوية منذ مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، ولذلك كي نصل إلى درجة ونصف يعني بحلول نهاية القرن هذا ربما من الصعب جدا الوصول لها، ولكن يحتاج لتكاتف وجهد مشترك كبير. مع الأسف إذا لم تنخفض الانبعاثات أو لم تصل الانبعاثات إلى أعلى قيمة لها قريبا جدا يعني في خلال هذا العقد وبدأت في الانخفاض يعني بسرعة شديدة، مع الأسف ارتفاع مياه البحر على سبيل المثال سيستمر، زيادة درجة الحرارة ستستمر، وكل هذه التبعات التي تكلمت عنها في المتوسط مع الأسف ستستمر. مصر بطبيعة الحال يعني تتعرض لخطر شديد مع مشكلة ارتفاع مياه البحر التي ربما تهدد بإغراق حوالي ثلث طيب. الدلتا. إذا في البعض ربما مهندس كريم لا يتخيل لا يتصور أثر التغير المناخي على العالم على الأفراد داخل المجتمعات المختلفة، ربما يلاحظون أن مثل هكذا قضايا هي قضايا نخبوية لا دراية لهم بها وأيضا لا تعنيهم من الأساس. كيف يمكن أن نقرب هذه القضية بالنسبة للمواطن العادي؟
تغير المناخ ليس فقط قضية بيئية، هي قضية اقتصادية. كل تبعات تغير المناخ ستحمل تبعاتها شخص ما. يعني إذا اضطرت الحكومات لبذل كثير من الأموال للتكيف مع تغير المناخ، مع عالم على سبيل المثال به الأمطار أقل، سيترتب على ذلك زيادة في الضرائب على سبيل المثال. هذه التكلفة ستأتي من مكان ما. ويعني كما رأينا من 15 عاما، الحكومة البريطانية كلفت أحد أفضل اقتصاديها للقيام بالدراسة، خلص فيها لأن تكلفة محاربة تغير المناخ هي أقل من تكلفة التكيف مع تغير المناخ. ولذلك يعني ما نراه مكلفا جدا من حيث تقليل من انبعاثات الكربون على سبيل المثال، ربما يكون أكثر تكلفة أو أقل تكلفة من ما ينبغي أن نقيم به لاحقا. نعم. إذا ازدادت درجة الحرارة وانخفضت المياه. طيب. الموجودة يعني تصور على سبيل المثال بعض الدول التي تعتمد على الزراعة البعلية، على الأمطار للزراعة على سبيل المثال، إذا انخفضت الأمطار ب 25% مثلا مثل بلاد الشام، أو 40% مثل المغرب العربي، من أين ستأتي الأمطار اللازمة للحفاظ على الأمن الغذائي على سبيل المثال؟ هذه مسألة يعني تمس الإنسان في 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 حياته اليومية بطبيعة. صحيح. الحال، وليست مسألة نخبوية هامشية يتحدث عنها فقط المعنيين بالدراسات المستقبلية. طيب أخيرا مهندس كريم، هناك مسؤولية أساسية بالنسبة للدول الكبرى، الدول الصناعية، في ظاهرة التغير المناخي. هناك مليارات الدولارات ربما يتم رصدها بحسب اتفاقية باريس من الدول الغنية، من الدول الكبرى للدول النامية. هل تتحمل الدول الكبيرة، الدول الصناعية، مسؤولية هذه الظاهرة، ويمكن أن تبادر بحل هذه الظاهرة بالالتزام بما وقعت عليه في اتفاقية باريس؟ نعم، الدول الصناعية بوجه عام لديها مسؤولية تاريخية، وهي واعية تماما لذلك. يعني في حقيقة الأمر الخطط المستقبلية للدول الصناعية إجمالا هي الوصول لصفر انبعاثات بحلول منتصف القرن، خفض الانبعاثات للنصف بحلول نهاية هذا العقد، والوصول لصفر انبعاثات بحلول منتصف القرن. وهذا يعني طموح كبير لا تطالب به هذه الدول النامية القيام بمثله. ولكن على الجانب الآخر أيضا من التزاماتها هي أيضا مساعدة هذه الدول الأخرى للتقليل من انبعاثات الكربون. صحيح. ألا يمكن أن يتعارض ذلك مع التطلعات الاقتصادية لرجال الأعمال، لشركات العابرة للحدود والقارات؟ هذه المساعدات هي مساعدات حكومية. صحيح. حكومات هذه الدول الصناعية، أنا أقصد السياسات التي يمكن أن تنتهجها هذه الدول الغنية، هل يمكن أن تتعارض مع الطموحات والتطلعات الخاصة بالشركات الكبرى؟ يعني حتى الآن لم تعترض هذه الشركات على هذا الأمر، أو على الأقل يعني فقط صناعات مثل الطيران على سبيل المثال لديها بعض التحفظ، ولكن الأمر يعني هذه الاعتراضات فات أوانها. صحيح. الآن الجميع يرى أهمية محاربة تغير المناخ ويعمل تجاهه بصورة أو أخرى. بعض الناس الجميع داخل المشكلة حاليا جدية. معذرة، الجميع داخل المشكلة، وبالتالي لابد أن تتضافر الجهود، سواء الجهود الحكومية أو الأهلية أو المجتمعية، لحل هذه الظاهرة البيئية. على أي حال، المهندس كريم الجندي، أخصائي الاستدامة وزميل المشارك في المعهد الملكي للشؤون الدولية ومؤسس مبادرة كربون للاستدامة في مدن الشرق الأوسط، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن. وبهذه المداخلة مشاهدينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام ونهاية هذه الحلقة من أحداث اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.